هل تجوز صلاة الرغيبة بعد الصبح مباشرة إذا الإنسان نام عنها أو نسيها؟ يجوز إذا نام عنها أو نسيها يجوز يصليها، إما بعد الصبح مباشرة أو بعد شروق الشمس ترتفع يجوز، لكن لو تعمد يصليها بعد الصبح فتكون مخالفة للسنة ويكون قاعد في المسجد وماذا يصلي الرغيب، يصليها بعد الصبح هذه لا تجوز ودي مخالفة للسنة، لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.